نستطيع أن نقول هذه هي مفاوضات، يعني تم التفاوض على مبدأين. المبدأ الأول أن تركيا رحبت بقدوم الشركات الروسية إلى تركيا، وحصلت نقلة كبيرة من الشركات الروسية. الشركات الروسية التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي كلها جاءت إلى تركيا. بعد مرور عدة أشهر تحرك الأمريكان على صعيد العمليات البنكية مع البنوك، لكن هناك متغير جديد في الأسبوع الماضي. حصل الأتراك على موافقة أمريكية بخصوص المواد القادمة من روسيا، وهذا يدل على أن تركيا تخوض مفاوضات عملية ومنطقية مع الولايات المتحدة. حين تقول أنا بنوكي توافق على هذا المبدأ، هناك بازار وليس هناك ضغوط. يعني هناك بازار، أنا سأوافق على هذا ما ذكرتم، لكن في المقابل أطلب منكم الموافقة على الجانب الفلاني. ولكن لاحظوا أستاذ أحمد،